جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها. On a ajouté. Donc on a fait croire que c'est une station le 15 juin comme ça, le 15 juin le 7 juillet. On a besoin de l'eau. Oui. Donc on a fait croire que c'est une station. Oui. Nous sommes allés même après sur l'île suivante. Bon, descend c'est l'optimum. Que dans les années 67, ça se mouvrage. Bon, loin de décharge, on a fait un peu casser cette conduite qu'on a trouvée toute neuve. Elle était posée en 67 et jusqu'à maintenant, elle est intacte. Donc on a fait le piquage, bon, le piquage c'est jusqu'à 4 minutes 50, et on a réalisé la première étape de la station. Donc vous voyez un peu, on a pris beaucoup d'espace, on peut même doubler toute cette station. La construction de la station, donc on a pris un peu de temps de mise en place, donc on vient à l'état naturel du parc, on a fait le développement. هذا مشروع عام للمحطة التصفية الذهبية للشمال وعلى الشرق على سياسة الاسفلتس، وهذه المحطة تم إدراج لها سيما الصراع الأفرز في مفارقة الإشكاليات الكبرى صارت في الساحل خصوصا الذهبية الاسفلتس، وتم نصب اعتمادات كبرى وبصفة خارقة طبعا على ميزانية الدولة في حدود 50 مليون دينار، فيها عدد مشاريع لاستجابة للحاجيات بدأت وحديث الأنصار من المياه الشرق في صحيفة 2013 الماضية. ومن جملة المشاريع التي تم إنجاز هذه المحطة اللي هي مخصصة إلى تصفية المياه الواردة وإعادة دفعها في المناطق الموجهة إلى الساحل وأسفلتس. هذه المحطة تمت بالتعاون مع المزود الإسفلتس كان في المستوى المطلوب وصفة استثنائية أعاد كل التجهيزات الضرورية اللازمة في وقت قياسي وصفتها الشركة الوطنية لتوزيع الإسفلتس المياه المتاحة. وبالتالي تمكنا من أن المحطة قبل فترة شهر 8 جويليا الماضية، وبالتالي مكننا من تفادي إشكاليات كبيرة في تزود نقص البشر. هذه المحطة فيها إيجابية كثيرة أنها قادرة على تصفية ما لا يقل عن 200 لتر ثانية، وقابلة للزيادة حتى أكثر من هذا إذا كانت المياه المقبولة فيها نسبة نقاوة يعني أكبر. وكذلك هي محطة عصرية بصفة أوتوماتيكية لكل العمليات القبول والمعالجة وضبط الجهاز مع التطهير وتصفية كل الشوائب الموجودة بصفة أوتوماتيكية بتجهيزات عصرية. وهي المحطة الأولى الفريدة الأوحى في تونس، إن شاء الله هذه تكون يعني لها دور كبير لاستجابة لحاجيات المياه الشرب في هذه المناطق خلال السنوات القادمة. Ça, c'est des lignes LGP, c'est de Brit. Il y a des lignes, ligne 1 et ligne 2. Après, ici, c'est le pompage. Ici, on peut voir le décompteur. Et ça, c'est toute la batterie de l'extension. Ou après, les trafics, les RC. On peut voir tout ça. Ici, chaque.
جوهرة FM الدنيا وما فيها.